لان الحاله اللي غادي فيها المغرب هو غادي في واحد الحاله ديال انه كيستنزف الثروات ديالو وكيهلك الثروات، والدليل بالبرهان الاخوان هو ما عاشته منطقه الزاكوره وما عاشته المنطقه ديال الشاون. وهذا انتم شفتوا ان منطقه رطبه اللي فيها 600 ملم سنويا كطيح ولات كتعاني من نقصان الماء. الزاكوره انتم شفتوا كيفاش عالجوها بالاعتقالات والهروه بالزروطه. الريف كذلك راه حتى الحراك ديال الريف نتيجه للبيئه. علاش؟ الحراك ديال الريف نتيجه لاش؟ ثلاثه العوامل الاساسيه اللي حركت المنطقه تما. اولا تراجع ديال التمويلات الخارجيه اللي كانت اوروبا تدهورات والازمه وكذا، هذا المنطقه كلها كانت كتعيش وكتجيها ايرادات من برا. هذه الاولى. حشيش حاربوها وكذا ووقفوا الحشيش بدون شي حاجه بديله باش التدهور ديال الثروه السمكيه تما في المنطقه. إذا البيئة أساسية ومحورية، لأن النضوج ديال الثروة السمكية على مستوى البحر الأبيض المتوسط هو اللي عطى الاحتجاجات هذا. إذا بالضرورة خص الشغل في العمل البيئي. جميع الأحزاب السياسية كتهضر على السياسة كذا البيانات كذا، ولكن تغيب الحديث عن البيئة، ما كاينش حديث. إذا خص هذا الواقع ديال المدينة، هذا على المستوى الوطني مؤشر الاحتجاجات هي دليل على أن البيئة في خطر. البلاد كتعيش فقط من البيئة، من الغابة، من الرمال، من الحوت، من هذا، هادشي كامل مشى، هادشي كامل غادي بواحد التدهور خطير. الحوت هنا في العريش راه كنعانيو، سولوا البحارة وسولوا الناس اللي خدامين في قطاع، ولاو كيهودوا ثلاث شهور شهرين ثلاث شهور أربع شهور ما كاينش الحوت. علاش؟ لأن كاين إفراط في الاستهلاك ديال الثروة السمكية، كاين شباك رقيقة جدا، كاين الباترونة خاصها تربح كل شيء، صيد السمك الصغير، كاين التلوث ديال البحر، أنتم شفتوا الماء 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 الما ديال المجديد، شنو هذا؟ كارثة. سنوات والسموم كتهود في هذا. إذا كاين واحد التدهور خطير. الرمال المقلع أنتم واش دايرين هذوك الجمعية التعاونية ديال بن حمدان، شنو راه الراجل مات تما بقوة الردم، بقى كيحفر تما السيد تما مؤخرا كتوفى واحد معنا يعني واحد النهب واحد هذا واحد الثروه اللي منا كيعيش البلد غير صناعي عنده فقط الثروات الطبيعيه، ولكن تسير وتدبر بطريقه عشوائيه وبطريقه يعني عيب. كاينين النهب السليخ في الغابه، الغابه ديال قريم دار وقفنا عليها مؤخرا ودرنا واحد الوقفه تما ودرنا فيديوهات، كان معنا الرفيق الاخ هذا. واحد التدهور خطير واحد الغابه الفلين، لان يعني الغابه الفلين هي الغابه اللي موجوده على البحر مطرح مخبع اللور، والجماعه ساكته عليه، العماله ساكته عليه، كل شيء ساكت عليه، وهضرنا عليه ودرنا فيديوهات ولا يحرك. كنسولوا مؤخرا واش كاين شي حركه، ما كاين حتى شي. شوف المعاناه المطرح ديال النفايات اللي كاينه في اش كيقولوا المطرح النفايات اللي في المناطق سنوات موراها حولوه وجاو حطوه في الاوسطال ودرنا عليهم وقفه احتجاجيه وزولوه، ولا راه ما عرف باقي تما ولا ما قدروش لحد الان ان المطرح ديال الجماعه اقليم كبير انهم يقلبوا لنا على واحد المكان معين، لان نتيجه لسوء التدبير الناس ما كتعرفش كيفاش تخطط وكيفاش تفكر المدينه باش دير واحد المطرح عمومي شامل الاقليم كامل والمناطق كاع من المجاوره وتستافد منه حتى اقتصاديا، لان المطرح منظم وعصري بمواصفات عالميه، هو مورد رزق ومورد عمل مورد شغل. اذا الناس يدمرون البيئه بواحد الشكل ما، حتى هذا الشيء اللي داروا دابا جديد مؤخرا، ديك السكسيفه اللي داروا في الغابه وداك الشيء، هذاك الشيء اللي داك الشيء عشوائي ومهمول، وداروا حيت داروا تاريخيه ومهمله بحال البنايه اللي حدا ليكسوس، بحال البنايات اللي ردموا، هادو كلهم راه بيئه وتا هما خصهم يدخلوا في اطار الاهتمامات ديال المرسى. وشكرا استاذ سميح.